بعد ورود البلاغ أمس من مركز المساعدة المتبادلة اللي تابع للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ومن خلال الرصد عبر الأقمار الصناعية عن اشتباه وجود بقعة جديدة بالقرب من جزيرة قارو، تم تفعيل الخطة الوطنية، وكان هناك تحرك مميز جدا من جميع قطاعات الدولة، على رأسها طبعا القطاع النفطي ممثل بشركة نفط الكويت، وقطاعات وزارة الداخلية لإدارة الدفاع المدني وخفر السواحل. تم يعني من بدايات الصباح الأولى تمشيط المنطقة هذه الجنوبية بالكامل وباتجاه الجزر. كان التلوث اللي موجود يعني محدود، بقعة خفيفة متناثرة تم التعامل معها، وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث تم الآن يعني الانتهاء من الأعمال، وجاري مسح المنطقة الجنوبية أيضا بالكامل للتأكد من عدم وجود بقع أخرى.